بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. Good morning, good afternoon to all. Welcome to the United Arab Emirates, the country of Zayed, the country of giving, the country of development and sustainability. Excellencies, dear friends, colleagues, زملائي الأعزاء، أيها الأصدقاء، أعضاء كل وفد من الوفود، It is an honor يشرفني أن أكون معكم اليوم. And I am so glad that this day ويسرني أن هذا اليوم قد جاء أخيراً. And as my first official act وكأول عمل لي بصفة رئيسا لمؤتمر الأطراف، اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني لصديقي العزيز سامح شكري. Your Excellency, you have led معليك لقد قدت هذا المؤتمر برؤية And integrity. وبغرض وبنزاهة نحن ممتنون لك على خدمتك وعلى إنجازاتك وعلى التزامك بالتقدم في مجال تغير المناخ. واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن الامتنان لكل شخص في هذه القاعة. We come from different nations. نأتي من أمم شتى، different backgrounds, من خلفيات شتى، and different generations. ومن أجيال شتى. Yet, ومع ذلك، we share something vital. نشترك في أمر حيوي. في مرحلة ما في حياة كل منا، made a choice. كلنا اتخذنا قرار أن نحمل عبء المسؤولية الكبيرة، أن نرفع أيدينا ونحمل عبء من الثقل على أكتافنا. هذا هو القرار الذي أتى بنا كلنا هنا اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تشعر بالفخر والتواضع لاستضافة هذا المؤتمر في وقت محوري للعمل المناخي. نعرف كما تعرفون جسامة هذه اللحظة، نشعر كما تشعرون بإلحاحية هذا العمل، ونرى كما ترون أن العالم قد بلغ مفترق طريق. ونعم، منذ باريس أحرزنا بعض التقدم، ونعرف أيضا أن الطريق الذي مشينا عليه لن يقودنا إلى هدفنا في الوقت المناسب. العلم تكلم بصوت عال وواضح، وقد أكد على أن اللحظة هي الآن لإيجاد طريق جديد، طريق واسع لنا جميعا، خال من الحواجز، خال من تحويلات الماضي. هذا الطريق الجديد يبدأ بقرار خاص بالتقييم العالمي، قرار يكون طموحا ويصحح المسار ويسرع العمل نحو 2030 عن طريق عملية التقييم العالمية. الفرصة لموحد بين العناصر الثلاث الرئيسية في جدول أعمال المناخ. أخيرا يمكن أن نأتي به التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ، والتي تشمل التمويل تحت مظلة واحدة. Around higher ambition. نتحد حول طموح أكبر، ونعطي اتجاها واضحا خاصا بالمساهمات المحددة وطنيا، وأن نربط بين كل ما نتفق عليه هنا ليصبح عملا
على الأرض في العالم الحقيقي. كل أمة، كل قطعة، كل واحد منا عليه دور ملح وفوري يطلع به. من جانبي أتعهد بإدارة عملية شاملة وشفافة تشجع على المناقشة الحرة والمنفتحة بين كل الأطراف. أطلب منكم أن تبدأوا هذا المؤتمر بعقلية مختلفة. أطلب منكم أن تعتمدوا طريقة مختلفة في التفكير، وأطلب منكم توخي المرونة. علينا أن نضمن أن هذا المؤتمر يؤدي إلى أكثر تقييما أو حصيلة عالمية طموحة ممكنة. فلنتفق على جدول الأعمال وننتقل إلى النص بسرعة أرجوكم. We have no time to waste. لا يمكن أن نضيع أي وقت. Friends, أيها الأصدقاء، I believe that the United أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة تعكس الروح التي نحتاج لها. My country في هذا المؤتمر is only 2 years بلادي older than me. أكبر مني بعامين فقط. A young country. وهذا يعني young country. أنها دولة شابة. It is a nation. نحن أمة نهضت من الصحراء عن طريق الرؤية، رؤية الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واقتناعه وإلهامه اللذين استمرا في الأجيال اللاحقة. والآن بعد 52 عاما انظروا حولكم، قد نكون دولة شابة ولكن طموحنا كبير، ونحن ملتزمون بمبادئ التعاون والتفاؤل والشراكة الحقيقية والعزم والالتزام. هذه هي المكونات التي تشكل And it's these core values of مضمون وروح الإمارات العربية المتحدة. هذه القيم، قيم الثقة والغرض والشراكة والبراغماتية، هي التي يجب أن تشكل أيضا روح مؤتمر الأطراف 28. بالتالي من الأساسي أن لا نترك أي مسألة خارج الطاولة. ونعم، وكما قلت، يجب أن نجد سبل وأن نضمن إدراج دور الوقود الأحفوري. أعرف أن هناك آراء قوية خاصة بإدراج لغة خاصة بالوقود الأحفوري والمتجددات في النص التفاوضي. كلنا معا يمكننا أن نقوم بأمر لم يسبق له مثيل. في الواقع لا خيار لدينا إلا أن نعمل بطريقة غير تقليدية. أطلب منكم جميعا أن نعمل معا، أن نتوخى المرونة، أن نجد أرض مشتركة، وأن نقدم حلول، وأن نحقق التوافق في الآراء، وأن لا ننسى أبدا نجمة الشمال 1.5. هذا ما سأركز عليه بشكل مستمر. أصحاب السعادة، Dear friends, أيها الأصدقاء الأعزاء، we all know كلنا يعرف أن عنصر النجاح الرئيسي في جدول أعمال المناخ هو التمويل. ولفترة طويلة التمويل لم يكن متوفر ولا متاح ولا يمكن دفع تكاليفه. هذه الرئاسة ملتزمة to ensure that the global south
توفير التمويل لضمان أن لا يضطر الجنوب دول الجنوب العالمي أن تختار بين التنمية والعمل المناخي. Let this be the year that climate فلنجعل من هذا العام هو العام الذي يصل فيه تمويل المناخ إلى حجم هذه اللحظة. فليكن هذا المؤتمر هو المؤتمر الذي نفي فيه بوعودنا من 100 مليار إلى الخسائر والأضرار. أعرف أهمية هذا الموضوع للأطراف ولا سيما للأكثر استضعافا. ما بدأ في شرم الشيخ وما منح الزخم اللازم في أبو ظبي سابقا هذا الشهر يجب أن ينفذ ويتخذ إجراءات بشأنه هنا في دبي. And allow me here واسمحوا لي هنا أن أتوقف قليلا لأحيي ذكرى زميلنا سليم الحق وصديقي العزيز سليم الحق. لقد كرس حياته لإيجاد طريقة للتصدي للخسائر والأضرار، وأنا شخصيا استفدت من نصيحته ومن خبرته، ولا سيما فيما يتعلق بضرورة تحويل اهتمام العالم نحو احتياجات التكيف. أصحاب السعادة، التكيف يجب أن يكون في صميم عملنا. يجب أن نسد الثغرة التمويلية وأن نتفق على إطار قوي لتحقيق الهدف العالمي. فلنضع الطبيعة والحياة وسبل كسب الرزق في صميم خطتنا الوطنية. فلنواجه أخيرا المسائل الأساسية لأغراض التكيف مثل المياه والأغذية والزراعة والصحة. ولذلك يشرفني أن هذا المؤتمر سيكون أول مؤتمر أطراف يعقد اجتماع وزاري خاص بالصحة المناخية. أيها الزملاء، أريد من هذا المؤتمر أن يكون المؤتمر الذي يصل إلى أقصى زخم ممكن بشأن التخفيف. اليوم الدول التي تمثل 85% من اقتصادات العمل هي وراء هدف زيادة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 إلى 3 أضعاف، وهكذا يمكن أن ننتقل بعيدا عن الفحم. وأشجع الدول على وضع أهداف انبعاث للميثان تصل إلى 0، وهذا كجزء من الجولة المقبلة للمساهمات المحددة وطنيا. التوصل إلى الصافي الصفري لانبعاثات الميثان قد يحدث أثرا كبيرا في وقت قصير. أيها الزملاء، فلنجعل التاريخ يعكس أن هذه الرئاسة هي التي اتخذت خيارا جريئا بالتفاعل بشكل نشط مع شركات النفط والغاز. أجرينا مناقشات صعبة للغاية، واسمحوا لي أن أقول لكم الأمر لم يكن باليسير. ولكن اليوم العديد من هذه الشركات تلتزم بالتوصل إلى انبعاثات صفرية للميثان بحلول 2030 للمرة الأولى، والعدد من الشركات النفطية الوطنية اعتمدت الصافي الصفري للمرة الأولى كهدف بحلول 2050، وأشعر بالامتنان لأنها انضمت إلى هذا الطريق الذي سيغير كل شيء. ولكن هذا لا يكفي، وأعرف أن بإمكانها أن تفعل المزيد.
They can lead يمكنها أن تقود الطريق and then leading the وبعد ذلك ensure that others follow and catch up. يمكن للآخرين أن يلحقوا بها وفي نفس الوقت وكجزء من جدول العمل لهذه الرئاسة نتفاعل مع قطاعات أخرى عالية الانبعاثات كالنقل الثقيل والألومنيوم والحديد والشمنتو وهذا لكي نسرع من إزالة الكربون. أطلب من كل الصناعات أن تعمل لأغراض الابتكار والتحديث والاستثمار في التكنولوجيات النظيفة. أيها الزملاء، my friends، أصدقائي، my partners، شركائي، the next 2 weeks، الأسبوعان المقبلان لن يكونا باليسيرين. فلنذكر مهمتنا ليست فقط التفاوض على نص أو وضع كلمات على ورق. مهمتنا هي تحسين الحياة، هي عن الأفراد من الطلاب الذين اجتمعت معهم في بنغلاديش، إلى مباشري الأعمال التجارية في نيروبي، إلى المجتمعات من الشعوب الأصلية التي زرتها في حوض الأمازون. كلنا يريد ويحتاج إلى نفس الأشياء: الهواء النظيف، المياه النظيفة، الغذاء السليم، الفرص الاقتصادية لأنفسنا ولأسرنا، وطبعا نريد مستقبلا آمنا وسليما. هل نطلب الكثير؟ أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، أصدقائي وشركائي، كلنا اتخذ قرار لنكون هنا اليوم. نفهم خطورة الوضع، وأعرف أننا جميعنا نحترم العلم. اليوم علينا أن ننفذ، أن نمضي على طريق جديد ونأخذ الجميع معنا إن أردنا تسريع التقدم في مجال جدول المناخي. علينا أن نتحلى برؤية من يتمكن العمل الفعلي لكي نحصل على قرار بطموح عال للجي اس تي. وعلينا أن أي الحصيلة العالمية، وعلينا أن نستغل الأسبوعين المقبلين بحكمة. علينا أن نعمل دون أي تأخير، فلنعيد الثقة بالتعددية الأطراف، فلنعيد الثقة في التعددية، ونحقق أخبار سارة نصلها إلى العالم وهو بأمس الحاجة إليها اليوم. أصدقائي، سأكون هنا معكم في كل خطوة، سأشمر عن ساعدي معكم وإلى جانبكم. فلنتجاوز اختلافاتنا لنحدث فرقا حقيقيا للأجيال المقبلة. هنا اليوم في الإمارات العربية المتحدة أدعوكم جميعا للعمل معا للاتحاد ولتحقيق النتائج. شكرا لكم.